لطالما عانى الشاب أحمد الهمامي كثيرا من نقل المياه من على بعد 4 كيلومترات إلى قريته القريبة المسكونة بالألم والحرمان. ها هو اليوم ومعه كل سكان القرية يحتفلون ويبتهجون بافتتاح هذا المشروع الحلم الذي انتظروه طويلا. فتحقق اليوم بلفتة إنسانية كريمة من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. أشكر هذا الإمارات، دولة الإمارات الهلال الأحمر على تقدمهم لنا مشروع المياه، ونرجو منهم أن يجيبوا لنا كهرب ومدرسة وصحة، ونشكر قيادة مرة خاصة ولدولة الإمارات. أولت دولة الإمارات العربية المتحدة قطاع المياه الدعم الكبير، وذلك لضرورة هذا المجال والقطاع في حياة الإنسان في محافظة شبوة. وعبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، فقد قامت الأية بدعم مشروع مياه الجريبة بمديرية عتق منطقة مرة، حيث وأن هذا المشروع سيكون له الأثر الكبير على حياة أبناء هذه المنطقة. مشروع مياه الجريبة يتمثل في بناء خزان وخط إسالة عبر شبكة أنابيب مسافة 4 كيلومتر لتصل المياه إلى أهالي القرية بكل أريحية، لتعم الفرحة العارمة الأهالي وسط كلمات الشكر والتقدير من السلطة المحلية والمجتمع الأهلي. تحت رعاية الشيخ عوض محمد بن الوزير محافظة شبوة، افتتاح مشروع مياه الجريبة مرة، وذلك بتوصيل خط مياه مع بناء خزان من مشروع مياه معسكر مرة. نشكر الأخوة الهلال الأحمر الإماراتي على استجابتهم لمعاناة الأهالي بتوفير هذا المشروع الحيوي والهام في مرحلة كان الأهالي يعانون من نقص حاد في إمدادات المياه. نشكر لهم الاستجابة لهذا الطلب، ونتمنى منهم المزيد. نشكر الأخوة الهلال الأحمر على اعتمادهم مشروع خط مياه مرة الجريبة وخزان مياه، ونرجو منهم الاهتمام بالمنطقة لكونها تعاني من نقص الخدمات الأساسية من كهرباء ومدرسة وصحة. بخطى ثابتة وعلى قاعدة صلبة من العمل الإنساني الخيري، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي جهودها في الاهتمام بحياة الناس وتخفيف المعاناة ورسم الفرحة على وجوه البسطاء هنا أو هناك. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق محافظة شبوة.